مزيان ملي الناس داروا الاحتياطات ديالهم، وانت كما كتشوف كلشي داير المجهود ديالو، عوان السلطه كلشي في زعما كاين دايرين المجهود ديالهم. حنا ولاد دار السلطان ولاد كراج علال كنت تلقوها في هذه العواشر في هذه 4 ايام الاخرى غتلقى الالاف ديال الناس، وهذا راه فيروس جد خطير. كل درب حاطين فيه سطافيط ومخزني، يعني الا ما كنتيش ود الكارتي راه ما غتدخلش، كنتي براني راه ما غتجيش، فهمتيني؟ ما يمكنش لك تدخل. وبليس كي صار الحوانت راه راك عارف انت، انا راه حوانت كلشي سادين، لا قيصرة حفاري لا كراج علال كلشي ساد. والاجراءات للمصلحه اليوم هما مصلحه لولاد الدرب السلطان باش ما يتضروش، هذا هو اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.